المستمع عين فا غين بحث يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟ الشيخ محمد عبد الألباني ناصر الدين الألباني من صيغة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمد في هذا الباب. ولكن ليس المعصوم، قد يقع من خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، ولكن مثل غيره من العلماء، كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين. فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه، إذا كان من أهل العلم من أهل الصناعة يعرف الحديث وينظر في طرقه وينظر في رجاله، فإن ظهر له صحيح ما معه فيه الحمد لله، وإلا اعتمد ما يظل من الأدلة التي سلك أهل العلم في هذا الباب، لأن أهل العلم وضعوا قواعد تصحيح الأحاديث وتضعيفها. أما غير أهل العلم فهو مثله عمدة في التصحيح والتضعيف، لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن، قد درس هذا المدة طويلة وسنوات كثيرة. نسأل الله لنا وله التوفيق وحسن العاقبة. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.